بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي نعم، أمعاؤه، فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول لهم: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يعمل بما يقول، يجب عليه أن يعمل بما يقول، لا يأمر الناس وهو لا يمتثل في نفسه. الله توعد هذا، قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يجب عليه أن يعمل بذلك هو في نفسه أول، حتى يصدقه الناس ويتبعونه. أما إذا كان يأمر وينهى وهو ما يعمل، الناس يقولون هذا كذاب ولا يصدقونه ولا يعملون بما يقول. يقولون لو كان صادقا أو ما يقوله صح، لو كان ما يقوله صحيحا لفعله هو. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا يوم القيامة اللي يأمر بالمعروف ولا يفعله، ينهى عن المنكر ويفعله، يؤتى به يوم القيامة ويلقى في النار، أول من يلقى في النار، فيدور فيها والعياذ بالله من شدة العذاب، كما فيدور فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، تندلق أقتابه يعني تخرج أمعاؤه من شدة العذاب، فيدور فيها يعني في أمعائه كما يدور الحمار برحاه. الحمار كان الناس عندهم أرحية للطحن، لاستنباط الماء، جواليب استنباط الماء، وكانوا يستعملون الحمير، يستعملون الحمير يدور بالرحى حتى تطحن، يدور بالدولاب حتى يخرج الماء، كما يدور الحمار بالرحى أو برحاه. فيجتمع عليها أهل النار يقولون: يا فلان، ألست كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف، فلماذا دخلت معنا؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فدل هذا على أنه يجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبدأ بنفسه أولا، وبأهل بيته ومن حوله، يبدأ: أنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها. أما إذا كان لا يعمل بما يقول فهذا مشكلة، هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: الأول هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل، قد سمعتم الحديث فيه، والثاني العالم الذي لا يعمل بعلمه، يخزن العلم ولا يعمل به، هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة، والثالث من تسعر بهم النار المجاهد الذي يقتل في المعركة، يقتل في سبيل الله، تسعر به النار. ليه؟ لأنه إنما جاهد وقاتل ليقال هو شجاع،
هو شجاع، هو بطل، هو إلى آخره، قصده المدح ولا قصده الثواب والجزاء من الله عز وجل. هذه أفضل الأعمال، ومع هذا أصحابها أول من يعذب في النار. ليه؟ لأنهم لم يخلصوا ولم يعملوها لله عز وجل. نعم. قال: هذه حال من خالف قوله فعله. نعوذ بالله. هذه حال من خالف قوله فعله، فعل شيء وقوله شيء آخر. نعم. تسعر به النار ويفضح على رؤوس الأشهاد. تسعر به النار، تشعل، تسعر يعني تشعل به النار بجسمه. و نعم. تسعر به النار ويفضح على رؤوس الأشهاد. تسعر به النار ويفضح على رؤوس الأشهاد. يخطف ويفضح. يفضح، نعم، يفضح على رؤوس الأشهاد ليجتمع عليها أهل النار، هذه فضيحة. نعم. يتفرج عليه أهل النار. نعم. ويتعجبون كيف يلقى في النار هذا. نعم. ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى. وتندلق أكتاب بطنه يسحبها. لماذا؟ لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. نعم. فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله، الأمر بالمعروف مع فعله، والنهي عن المنكر مع تركه، هذا هو المقصود. هو المقصود أنك تأمر وتنهى بلسانك وتخالف بأفعالك. نعم. والنهي عن المنكر مع تركه. نعم. وهذا هو الواجب على كل مسلم. وهذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم ورغب فيه وحذر من تركه ولعن من تركه. نعم. فالواجب على مثل ما سمعتم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه وأن يبادروا إليه وأن يلتزموا به طاعة لربهم عز وجل. الواجب على أهل الإسلام أن يمتثلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبادروا إليه، وأن يفعلوا ما يأمرون به ويتركون ما ينهون عنه. نعم. طاعة لربهم عز وجل وامتثالا لأمره وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. نعم. وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الأمر وتبين ذلك أعظم بيان وتشرحه، فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. هذا حديث عظيم، وهو منهج، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهج يسير عليه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، من رأى، إذا رأيت المنكر، أما إذا لم تره ولم تعلم به فلا تبحث، ما تبحث عن شيء لم تره ولم تعلم به، ما كلفك الله بهذا. من رأى منكم منكرا، هذه واحدة، منكرا، من رأى منكم منكرا، نكرة في سياق الشرط تعم كل منكر كبير أو صغير، والمنكر هو ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نهى الله ورسوله عنه فإنه هو المنكر. من رأى منكم منكرا، هذه فائدة ثانية، أن أي منكر صغير أو كبير فعله من فعله من الناس، من الأكابر أو من المتوسطين أو من الصغار، إنك تقوم بالواجب والنصيحة والبيان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. هذه المسألة الثالثة وهي المهمة، أن إنكار المنكر يجب على المسلم على درجات حسب استطاعته، فإن استطاع أن يغيره بيده ويزيله يجب عليه ذلك، وهذا لأهل السلطة ومن ولى ولي الأمر القيام به من رجال الحسن، هؤلاء يغيرون باليد
لأن لهم سلطة ولا يكتفون بالإنكار فقط. المرحلة الثانية من لم يستطع بيده ليس له سلطة، هذا يغير المنكر بلسانه بأن ينصح ويعظ ويبين ويذكر ويخوف بالله ويبلغ عن المنكر، يبلغ عنه ولاة الأمور ورجال الحسبة، يخبرهم بالمكان والزمان الذي يقع فيه لأجل أن يتابعوه. هذا باللسان. إذا منع من اللسان، منع من اللسان، انتقل إلى المرحلة الأخيرة التي لا يعذر بها أحد، لأن كل يقدر عليها، وهي الإنكار بالقلب. هذه ما أحد يمنعك، ما أحد يمنعك من إنكار المنكر بقلبك. فإذا لم تغير بالقلب فليس عندك إيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فلا، آخر المراحل والتي لا يعذر أحد فيها الإنكار بالقلب، بأن تنكر وتكره هذا الشيء وتكره فعله وتبتعد عن أهله ولا تجالسهم ولا تخالطهم. نعم. قال: فبين صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاث. نعم. المرتبة الأولى الإنكار باليد مع القدرة. مع القدرة، نعم. وذلك بإراقة أواني الخمر وكسر آلات اللهو ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك. نعم، بالسلطة. منع بالسلطة، إزالة المنكر وإزالة أدواته ووسائله، من إتلاف الخمر إذا وجد تتلف، لأنها لا قيمة لها ولا حرمة لها وليست مالا فتتلف، لكن اللي يتلفها ولي الأمر السلطة. أهدم الأضرحة والمساجد المبنية على القبور، هذه لا يقوم بها إلا السلطان، يغيرها بيده. أما عوام الناس وأفراد الناس لا، لأن هذا يلزم عليه فتنة شر. لكن ولي الأمر إذا أزالها ما أحد يعارضه، ما أحد يعارضه ويكيد له أبدا. لكن لو جاء واحد من الإخوان ولا من طلبة العلم وهدم القبر، أو ربما يقتل أو يعاد القبر أحسن مما كان من قبل، يبنى بناء أجود، ففعله ذا ما يحصل المطلوب. لكن ولي الأمر يحسم الشيء هذا، يحسمه إذا أزاله انحسم خلاص. نعم. كالسلطان ونحوه من أهل القدرة. نعم. وكإلزام الناس بالصلاة ونحوه، يعني من ولاهم السلطان، من ولاهم السلطان رجال الحسبة. نعم. وكإلزام الناس بالصلاة كذلك، إلزام الناس بالصلاة، السلطان أو نائب السلطان أو الحسبة يلزمون الناس بالصلاة، يلزمونهم بأداء الصلاة، يلزمونهم بصلاة الجماعة، إغلاق الدكاكين والمحلات، ذهاب إلى الصلاة، يلزمون الموظفين والمراجعين، يلزمونهم بالصلاة. ولا يكفي أنه يقول صلوا ويتركهم على ما هم عليه. نعم. وبحكم الله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلك إلى غير هذا مما أوجبه الله. نعم، على السلطان أو نائب السلطان، كل الأحكام الشرعية يقوم بها السلطان، يلزم الناس، يلزم الناس بها، يلزم الناس بها. نعم. وهكذا المؤمن مع أهله وولده يلزمهم بأمر الله. نعم، أيضا السلطة تكون لصاحب البيت، انتبهوا، السلطة تكون لصاحب البيت، صاحب البيت يغير باليد في بيته، يغير باليد، يزيل المنكر من بيته، يضرب الولد، يضرب الزوجة إذا فعلت المنكر في البيت، يمنعها من ذلك، يمنع الولد، له سلطة، أنت لك سلطة على بيتك ولك يد على بيتك. نعم. ما تقول هذا الولي الأمر، ولي الأمر ما يدخل بيتك، ما يدخل بيتك ولي الأمر، أنت اللي تسأل عما في داخل البيت.
نعم. ويمنعهم مما حرم الله. نعم. باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام. نعم، باليد، بأن يضرب ويؤدب ويكسر آلات اللهو، كسر المنكرات. نعم. وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسب أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن له ولاية من جهة ولي الأمر. نعم، كل له ولاية يغير المنكر على من تحت يده، إن كان سلطانا على رعيته، إن كان أميرا على أهل بلده، إن كان رئيس قبيلة أو أمير قبيلة على قبيلته، لأن له سلطة عليه. نعم. أو من جهة جماعته حيث ولوه عليه. ها؟ قال من جهة ولي الأمر أو من جهة جماعته حيث ولوه عليهم. نعم. عند فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته. نعم، إذا كان ما لهم سلطان مثل الأقليات، الأقليات في بلاد الكفر ما لهم سلطان، هم يكونون مركز، يكونون مركز إسلامي ويختارون له رئيس، رئيس المركز هذا يقوم مقام ولي الأمر، فيجب على رئيس المركز أن يزيل المنكر من منسوبيه ومن حوله من الأقلية المسلمة، تولى هذا لأنه بمنزلة السلطان في بلاد المسلمين. نعم. فإن عجز انتقل إلى المرتبة الثانية. إذا ما كان له سلطة ينتقل إلى المرتبة الثانية، إذا كان يقدر على اللسان، عنده علم، لا بد يكون عنده علم، يبين للناس الحلال والحرام والمعصية والطاعة والمخالفة، يبين لهم هذا بموجب العلم الذي معه، ينصح، يخطب، يحاضر، يفتي إلى آخره، هذا باللسان، يبين باللسان. نعم. وهي اللسان. نعم. يأمرهم باللسان وينهاهم. نعم. كأن يقول يا قوم اتقوا الله، يا إخوان اتقوا الله، صلوا وأدوا الزكاة، اتركوا هذا المنكر، افعلوا كذا، دعوا ما حرم الله، بروا والديكم. يعني يبين لهم بيان، أما الإلزام والتنفير هذا ما عنده مقدرة عليه، لكن يقيم الحجة عليهم، يبين لهم. نعم. يبلغهم. نعم. صلوا أرحامكم إلى غير هذا. نعم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان. باللسان يعني ما هو بيده، باللسان ما له يده. نعم. ويعظهم ويذكرهم ويتحرى الأشياء التي يفعلونها حتى ينبههم عليها. نعم. ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرفق. عاملهم بالأسلوب الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا يعنف عليهم، يقسو عليهم بالكلام، لأن يعني هذا ينفرهم عن القبول، بل يستميلهم بالأسلوب الحسن والترغيب. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله. نعم، الرفق طيب، إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه، فاستعمل الرفق في الأمور والتؤدة والحكمة، هذا أدعى للقبول والتأثير على الناس. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، ليأتي بعنف وقسوة هذا ينفر، وعمله ذا شين ما هو بزين، ويظن أنه يأمر بالمعروف، أنه عن الطريقة خطأ، إذا كانت الطريقة خطأ هذا شين ما هو طيب. نعم. وجاء جماعة من اليهود فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، يعنون الموت وليس مرادهم السلام، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم السام واللعنة،
وفي لفظ آخر ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم، هذا مثال على الرفق وفي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. هذا مثال، جاء جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. السام معناه الموت، هم يدعون على الرسول بالسام. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفهم، قال: وعليكم، قال: وعليكم، يعني دعا عليهم بالسام حيث لا يشعرون. أما عائشة رضي الله عنها فأخذتها الغيرة، أخذتها الغيرة فقالت: وعليكم السام واللعنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى. ألم تسمعي ما قلت؟ قال: قلت وعليكم. قالوا: السام عليكم. قلت: وعليك، يعني دعا عليهم بالسام لكن برفق، لكن برفق وعدم تعنيف، ما قال وعليكم اللعنة كما قالت عائشة. نعم، هذا وهم يهود رفق بهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان صلى الله عليه وسلم رفق باليهود، كيف بالمسلم العاصي؟ هو أولى بالرفق. نعم، لعلهم يهتدون ولعلهم ينقادون للحق ولعلهم يستجيبون لداعي الإيمان. نعم، فهكذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموفق يتحرى الرفق والعبارات المناسبة والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك، في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان، يدعوهم بالرفق والكلام الطيب. نعم، إذا رأيت منكرا في مجلس أو عند ناس فلا توبخهم وتتكلم عليهم: يا خبثة، يا فساق، يا حمير، يا كذا، ما يجوز. قل: هداكم الله، الله يهديكم، هذا شيء ما يليق بكم، أنتم عقلاء، أنتم رجال، أنتم إلى، يمدحهم، حتى أنه يمدحهم، يرغبهم، هذا يأثر عليهم أكثر ويخجلهم أكثر. أما لو أنك قبحتهم ردوا عليك بأقبح، لو قبحتهم وعنفت عليهم ردوا عليك بأقبح، أو ضربوك أيضا، ولا استفدت شيء ولا هم استفادوا شيئا. نعم، حتى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم أو كابروا فيه يجادلهم بالتي هي أحسن. حتى لو أنهم جادلوا قالوا: هذا ما في بأس، هذا شيء حلال، فأنت تجادلهم بالتي هي أحسن، ما تقول لهم: يا خبثة، أنتم ما تعرفون ولا تدرون، تكلمون بشيء ما تعرفون، لا تقول لهم كذا، إلا هذا كذا وكذا، هذا حرام، هذا معصية، تجيب لهم الآية أو الحديث برفق حتى تزيل الجهل الذي عندهم. نعم، كما قال سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا في الجاهل، الحكمة، الجاهل تستعمل معه الحكمة وهي العلم، تعلمه، تبين له، والموعظة الحسنة، إذا بينت له ولم يقبل وشفت عنده نفور أو تاعظ، تقول: ترى بينت لك، والإنسان إذا تبين له الحق ولم يعمل به ترى حري بالعقوبة، فتاعظ، إذا أحسست منه عدم قبول تأتي بالموعظة. بالأول مجرد أمر أو نهي، المرتبة الثانية إذا شفت أنه ما هم ممتثل، الموعظة، خوفه بالله عز وجل، والموعظة الحسنة. المرتبة الثالثة إذا ما قبل وصار يجادل يقول: أنت المخطئ، أنا عليه ذا صواب، يحتاج إلى جدال وبيان ما هو عليه من الخطأ بالعلم لا بالمغالطة، وإنما بالعلم، بين له الدليل كذا وفعلك هذا خطأ ومخالف للدليل، جدال بالتي هي أحسن. نعم، كما قال سبحانه:
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة مع الجاهل، بالموعظة الحسنة مع الذي بان له الحق ولم يبادر بفعله. الجدال اللي يقول لا أنا مصيب وأنت المخطئ أو أنا على حق، هذا الجادل بالدليل ما هو بالمغالطة. نعم. وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، إذا كان عندهم شبهات وعندهم جادلهم بالتي هي أحسن، بين لهم بالرفق، بين لهم بالرفق والحكمة مع أنهم أهل الكتاب ونصارى ويهود، ومع هذا جادلهم بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم، إذا أنهم حصل منهم تعدي وظلم فيقابلون بما يردعهم، أما ما دامت المسألة جدال فقط أنت تجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. نعم. وهم كفار. نعم. ومع ذلك يقول الله عنهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن. كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. وقال سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق فإنه يكون بالتي هي أحسن لأن هذا أقرب إلى الخير. وأما إذا حصل عدوان فإنه يرد بما يردعه عن عدوانه. نعم. لأن هذا أقرب إلى الخير. قال سفيان الثوري رحمه الله ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. قال سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه المتقن المحدث رحمه الله. وهناك سفيان بن عيينة أيضا، هذا من علماء الحديث أهل مكة. أما سفيان الثوري هذا إمام مجتهد، هذا يعد من الأئمة المجتهدين، له مذهب وله رأي في الفقه. نعم. نعم. قال ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به. رفيقا فيما يأمر به، يأمر برفق لا بعنف. نعم. رفيقا فيما ينهى عنه كذلك، رفيقا فيما ينهى عنه، ينهى برفق وعدم تعنيف. نعم. أو إثارة. نعم. عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه. نعم. يقول العدل، يقول العدل ما يستعمل الجور فيما يقول، حتى ولو كان عدو، ولو كان يهودي أو نصراني لا تستعمل الجور والظلم معه. نعم. عالما بما يأمر به. وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. عالما بما يأمر به، عالما هذه مهمة. عالما بما يأمر به، يشترط في الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يعلم أن هذا حلال وهذا حرام. أما إذا كان ما يعلم لا، توقف عن هذا لئلا يخطئ فيحلل حراما أو يحرم حلالا. نعم. وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله. كلام سفيان الثوري هو كلام السلف رحمهم الله في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم. تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة. تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة. نعم. هذا كلام السلف. نعم. تحري الصواب والحق مع العلم والرفق والبصيرة. نعم. لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم لا عن جهل. نعم. ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعو إليه تاركا ما ينهى عنه حتى لابد من هذا كما سبق، يكون عاملا بما يقول، يترك المنكر ويفعل المعروف الذي يأمر به
يترك المنكر الذي ينهى عنه لنفسه. لماذا ما ينهى نفسه أولا؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. نعم. تاركا ما ينهى عنه حتى يقتدى به. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف العمل إذا ما كنت مبتلا بذنب واستتر وأستتر به عن الناس؟ كيف؟ إذا كنت مبتلى بذنب وأستتر به عن الناس، وكلما تبت عدت إليه، أتوب وأعود مع أني أنهى على الدوام، وفعلي ليس له وفعلي له ليس عن هوى بل من تسويل الشيطان، وأدعو الله أن يخلصني منه. استمر على هذا، عليك بعدم المجاهرة بالمعصية، وإذا ابتليت استتر بها ولا تظهرها، مع التوبة إلى الله عز وجل، مع التوبة إلى الله. ولو تكرر منك هذا فلا تقنط من رحمة الله، توب إلى الله، توب إلى الله، كل مرة توب إلى الله، والله يتوب على من تاب. ولا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس أيضا من ترك المعصية، يمكن يجي وقت تتركها، مع كثرة التوبة تترك. هذه ناحية. الناحية الثانية، ما هم من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون معصوما من الذنوب؟ كلنا عندنا ذنوب، كلنا عندنا تقصير، لكن مع التوبة إلى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولو كان عندنا تقصير، لا نجمع بين ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتقصير، نجمع بين جريمتين. فبعض الناس يقولها: لا أنا والله ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر، ما دام إني ما أفعل هذا. لا، ما يسقط عنك، ما يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو فعلته، لو فعلته، إذا فعلته توب إلى الله، الباب مفتوح، باب التوبة ما أغلق عنك، ولكن لا تترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجمع بين جريمتين: مخالفة وترك الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان أقاربي إذا وصلتهم يفعلون المنكر أمامي ولا يتوقفون إذا نصحتهم، فهل علي إثم إذا لم أصلهم؟ الصلة صلهم ولا تتركهم، ولكن إذا لم يقبلوا النصيحة ويتركوا المنكر لا تجلس معهم، لا تجلس معهم، ولكن الصلة صلهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان العاصي شقيقي وأنا أنصحه ولكنه لا يستجيب، ونحن في منزل واحد نأكل ونشرب معه، فهل هذا مثل بني إسرائيل أنهم لا يبالون أن يكون جليسه وأكيله وشريبه؟ أنت مستمر على مناصحته، أنت ما أنت مثل اللي لا يبالي أن يكون أكيله وجلسه، أنت تجالسه وتأكل معه مع المناصحة والاستمرار عليها. بنو إسرائيل تركوا المناصحة، تركوها ولم يمتنعوا من مجالسة العصاة والأكل معهم والشرب معهم، أما أنت ما تركت، الحمد لله ما تركت المناصحة، مستمر عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان المنكر فيه خلاف بين العلماء من مبيح ومحرم، فهل يجب؟ أنت لا تنظر إلى الأقوال، لا تنظر إلى الأقوال، انظر إلى الدليل، اللي معه الدليل من المختلفين هو الذي على الحق، والمخالف للدليل هذا ما معه حق، انظر إلى هذا، عندك الميزان وهو الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما هو بنبقى على الخلاف ونقول ما دام في خلاف خل الناس بهواهم، لا، إذا صار في خلاف والدليل مع بعض الفريقين تتبع الدليل. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للابن الأكبر أن ينكر باليد في غياب أبيه؟ نعم، إذا وكل أبوه على البيت من بعده يقوم مقامه بالإنكار باليد،
أنه وكله ينكر باليد، إذا لم يوكله ينكر باللسان، ينكر باللسان لا باليد. نعم. وهذه سائلة تقول: ما رأيكم في نصيحة المرأة للرجل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، المرأة تنصح، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم، مثل الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذي يأمر الناس ويحثهم ببعض الفضائل مثل هل الذي يأمر الناس ويحثهم ببعض الفضائل مثل صيام النافلة أو صلاة النافلة ولا يعملها هو، هل يعتبر من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه؟ نعم، هذا نقص، هذا يعتبر من النقص، لكن لا يأثم عليه، اللي يترك الواجب يأثم عليه، وأما الذي يترك النافلة فلا يأثم، لكنه نقص. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: درسنا أن إجابة الدعوة عند الزواج واجبة، ولكن قد يكون في هذه الحفلات شيء من المنكرات، فماذا نفعل؟ هذا أجبنا عليه بالأمس، وقلنا إذا علم الإنسان أن في المكان الذي دعي إليه فيه منكر ولا يقدر على إنكاره، ما يذهب ولا يروح لم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يدخل طالب العلم الذي يعلم الناس في المسجد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أم يلزم أن يذهب إليهم في أماكن المنكر؟ إذا كان يعلم مكان فيه منكر وتجمع للشباب أو لغيرهم ويروح من أجل البيان والموعظة والنصيحة، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب ينفع الله به. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أعمل في التدريس، وأحياناً نضبط بعض الطلاب معهم صوراً أو مجلات خليعة ولا ترضي الله عز وجل، أو يكون معهم جوالات عليها بعض الأفلام الإباحية، فكيف يكون إنكار المنكر في هذه الحالة، باليد أم باللسان؟ أنت مدرس، ومن تدريسك تعليمهم الأخلاق الطيبة والأعمال الحسنة، هذا من أعظم التدريس. وأما الإلزام هذا الإدارة، إدارة المدرسة، إذا كان معهم أشياء محذورة فأنت تبلغ إدارة المدرسة لأخذها وإتلافها أو إزالتها، لأن الإدارة لها سلطة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجل عندما يأمر وينهى المرأة الأجنبية؟ ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجل عندما يأمر وينهى المرأة الأجنبية؟ أي نعم، أن لا يخلو معها في مكان يقول أنا بنصحها، ما يخلو معها، يكون علانية من غير خلوة، أن تكون المرأة محجبة ومتسترة لكن عندها بعض المخالفات، لابد من التقيد بالآداب الشرعية مع المرأة الأجنبية، لا يخلو بها، لا تكون متهتكة ومسافرة، لا يعنف عليها بحيث أنه ربما يحملها على ردة فعل، الحكمة والموعظة الحسنة مثل الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: حصل خلاف بيني وبين زوجي، وهو مسافر، وإذا أردت أن أستأذن للخروج أتصل عليه وأرسل له برسالة فلا يرد علي، هل إذا خرجت بدون استئذانه أكون آثمة، علما بأن سفره سفر طويل؟ نعم، لا تخرجي إلا بإذنه، تخرجي إلا بإذن، ولا يكفي أنك تبلغينه فقط، لازم يأذن، إلا إذا كان هناك حاجة ضرورية تحتاجينها في غيبته،
ولا عندك أحد يؤمنها لك، تخرجين على قدر الحاجة وتأمنين الحاجة التي تريدينها مع الستر، مع الحشمة، مع اختصار الوقت مهما أمكن. نعم. نختم بهذا السؤال، تقول فيه: إذا كان الشيخ الذي أثق بعلمه لا أستطيع أن أسأله كل مسألة أريد معرفتها أو تطرأ علي، فهل أسأل من هو أقل ثقة منه؟ فهل أسأل من هو أقل ثقة منه؟ لا، ما دام الشيخ اللي فيه الثقة وعنده العلم موجود تسألين، إما مباشرة ومشافهة، وإلا بالتلفون أو بالجوال، وإلا بكتابة ورقة وإرسالها إليه رسالة، وإما بتوصين واحد، يتوصين واحد يسأله ويأتيك بالجواب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.